السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاكمة عدد كبير من الأشخاص بتهمة الاحتيال على نظام المساعدات الدراسية أو ما يعرف بـ CSN. المتهم الأساسي هو موظف سابق ببلدية ماركيريد جنوب السويد، واللي قام بتسجيل العديد من الطلاب على أساس أنهم عم يدرسوا بمدارس حتى يأخذوا مساعدة دعم الدراسي أو ما يعرف بـ CSN. وتم اكتشاف هذا الموضوع من خلال مراجعة السجلات الرسمية لهدول الطلاب ومقارنتها مع دوامهم الدراسي، وتم اكتشاف أنه هني حصلوا على مساعدات دراسية بدون ما يداوموا بالمدارس. واحد الطلاب استفاد بمبلغ 623 ألف كرون، وهو على أساس أنه مسجل بالمدرسة لمدة 5 سنوات. وحاليا عم تتم محاكمة 25 طالب من هدول الأشخاص بتهمة الاحتيال المشدد والاحتيال على مساعدات الدراسة، والمبالغ اللي حصلوا عليها هدول الأشخاص حوالي 17 مليون كرون. بالمقابل كل الأشخاص اللي تم توجيه الاتهامات لهم أنكروا أنه هني ارتكبوا مخالفة أو جريمة، بانتظار طبعا المزيد من التحقيقات وقرار المحكمة النهائي. وهيك نوصل لختام هذا الفيديو. اكتبونا أراءكم حول هذا الموضوع بالتعليقات، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.